يسعدنا حقيقة أنه ترحب فيكم في الحملة الثانية للتبرع بالدم والتي تنظمها إدارة الطوارئ الطبية. في المرة السابقة في 2023 جمعنا حوالي 50 كيس دم خلال 5 ساعات. احنا نطلع إلى زيادة هذا الرقم هذه المرة، ومن خلالها نرسل رسالة بأنه مو فقط أن التبرع بالدم سلوك صحي إيجابي، ولكن هو تعبير عن الارتباط والولاء والانتماء لهذا البلد، وخاصة وأن كل كيس دم ممكن ينقذ حياة 3 أفراد على الأقل. هذه العلامة الفارقة في التعود على التبرع بالدم رسالتها واحدة، أن التبرع بالدم هو مثال متقدم للعطاء والإيثار ونكران الذات والتعبير عن كل المشاعر الإيجابية لهذا الوطن. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية احنا اليوم سعيدين بهذه المشاركة، ونشكر إدارة الطوارئ الطبية على تنظيم مثل هذه الحملات المهمة اللي تزيد من وعي الناس بأهمية التبرع بالدم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. جزاكم الله خير، مشكورين، ومن تقدم إلى تقدم بإذن الله عز وجل. فائدة أنك أنت تتبرع بدمك فائدة لك، وتنقذ أرواح من يحتاج إلى هذا الدم. تبرع في الدم كأنها حجامة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، تجدد الخلايا في الدم، تعطي فرصة حق الجينات والخلايا اللي موجودة في الرئة أو في جسمك أو في الدورة الدموية أنها تتجدد. وبذلك التبرع بالدم مسألة إنسانية بحتة، بالإضافة إلى أنك تنقذ حياة ناس مرضى محتاجين حق هذا الدم. كل قطرة دم تنقذ حياة غيرك، لا ننسى كلام المولى عز وجل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. للتبرع بالدم له عدة فوائد، منها المحافظة على صحة الكبد، تنشيط الدورة الدموية، تقليل من إصابات أمراض القلب وانسداد الشرايين. ننصح أن كل 3 شهور أنك تتبرع بالدم. تبرع بالدم هذا الشيء اللي الواحد لازم يسوي بشكل روتيني لصحته، وهم بعد ممكن ينقذ حياة إنسان. طبعا نصيحتي لكم بالتبرع بالدم، تبرع شيء وايد حلو وايد زين، منه تجديد حق الخلايا الدمويه وتنشيط الدوره الدمويه، بنفس الوقت التبرع حق الارض الطيبه هذه، ارض الخير، ويعطيكم الصحه والعافيه. بخصوص التبرع بالدم، هو احد الفعاليات اللي انت تساهم في انقاذ حياه ناس اخرين محتاجين بالدم، وبنفس الوقت انت كشخص تتبرع بالدم تقوم بعملية تجديد الدم يصير أفضل وأحسن، وانت بهالحالة هذه انقذت حياة ناس محتاجين لهذا الدم. فهذا التبرع هو مهم جدا 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 لك وللآخرين. اليوم متواجدين بمركز التدريب بسبب عندنا دورة عن الإسعافات الأولية، والمبادرة هذه الطيبة من الجيش الكويتي بالتعاون مع مركز التدريب. الدورة هذه كل شخص يحتاجها، مو بس المجندين. حبينا نشكر وزارة الدفاع على هالمبادرة الطيبة، يعطيهم العافية. احنا اليوم متواجدين في مركز التدريب والرقابة في وزارة الصحة، عندنا دورة مدتها شهر من الخدمة الوطنية في الجيش، وشفنا فعالية التبرع بالدم وقلنا ما راح نذكر شيء دون الوطن. طبعا احنا عارفين ان احنا دايما حملات التبرع بالدم هو واجب وطني، ان احنا بنزود المخزون الاستراتيجي للدم، ودي مسؤولية بناخدها على عاتقنا عشان نحاول. يعطيكم العافية. حاليا عندنا حملة تبرع بالدم مركز تدريب منطقة صباح الطبية، فننصح ان الكل يجي يتبرع بالدم، لك انت فائدة وتنقذ فيها حياة شخص ثاني. يعطيكم العافية.